أثار النجم اللبناني وائل كفوري بلبلة كبيرة بين جمهوره بعد تصريحه الأخير على حسابه الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي اللي قال فيه مش قادر أخذ قرار وقف أو كف المشوار، فلو السميعة بالفن والزقيفة صاروا كتار. وهالأمر فسره عدد كبير أنه نجم عم بيفكر بالاعتزال، فعبروا عن رفضهم التام لهالفكرة. عرف موقع الفن بشكل خاص وحصري أنه مسلسل باب الحارة ما رح يكون موجود بين المسلسلات الرمضانية خلال الموسم الدرامي المقبل، وبحسب معلوماتنا حسم القضاء بشكل نهائي ملكية العمل لملكه الأصلي بسام الملا اللي قرر يأجل تصوير الجزء العاشر حتى تكتمل كل التحضيرات. باستفتاء أسبوعي لموقع الفن طرحنا على الجمهور السؤال التالي: مين هي أفضل مقدمة أخبار لبنانية؟ سمر أبو خليل، ديما صادق، ديانا فخوري أو ميرنا الهندي؟ لمدة أسبوع كامل أبدى عدد كبير من الأشخاص رأيهم بهالموضوع، وكان عدد يلي صوتوا فوق 14,000 شخص، ونتيجة التصويت كانت على الشكل التالي: ديما صادق بالمرتبة الرابعة ب 4% من الأصوات، ميرنا الهندي بالمرتبة الثالثة ب 29%، ديانا فخوري بالمركز الثاني ب 31% من الأصوات، أما المرتبة الأولى ففازت فيها سمر أبو خليل ب 36% من الأصوات. أما سؤالنا هالأسبوع: مين هو أفضل مقدم أخبار لبناني؟ رامز القاضي، بسام أبو زيد، ماجد أبو هدير أو جورج ياسمين؟ للمشاركة بالاستفتاء ما إلكن غير أنه تدخلوا على موقع الفن الرسمي على تويتر. هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان الفنانة نوال الكويتية بطريقة مبطنة واتهمتها بتقليد أحلام، وكتبت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: طبعاً مدام أحلام نزلت سينجل لازم نوال تلحق، بس بتضل أحلام بالمقدمة والكل وراها طابور. شاركت الإعلامية إناس الشواف جمهورها صور تجمع بالفنانة المصرية مي كساب، وكشفت إناس أنه كساب حامل ومن المتوقع أنه تولد بشهر أيار المقبل. ومننتقل لفقرة شيك بوليس. انطلق مساء امبارح أكبر حدث خليجي للأزياء والموضة والصيحات الخليجية والعالمية بمعرض عروس عمان. قدم الحفل الممثل ومقدم البرامج وسام حنا اللي كان فخور جدا، ومن أبرز التصاميم كانت التصاميم الخاصة بالمصمم يوسف الجسمي اللي عرض مجموعته الرائعة لربيع وصيف 2018 بحضور عدد من الوجوه الفنية منهم الفنانة هند البحرينية. وأشار الجسمي بحديث خاص للفن إن تجربته الأولى بعمان وسعيد جدا، أما الفنانة هند فقالت لنا إنها بتعتبر يوسف الجسمي المصمم رقم واحد وبتعشق تصاميمه، وهو بدوره اعتبر إنها من أوفى الفنانات يلي تعامل معهم وبيحبها كتير. لا تعرفوا كل أخبار النجوم اللي بتحبوهن، زوروا موقعنا الفن.com وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على تشانل الفن على يوتيوب، واكبسوا على الجرس ليصلكم نوتيفيكيشنز بكل الفيديوز الجديد، وتابعونا يوميا بموجز بقدم لكم أبرز الأخبار الفنية يلي بتهمكم.